محاكم اليمن خارج العمل القضائي مع تواصل الإضراب الذي ينفذه القضاة ووكلاء النيابات منذ 4 أسابيع، وأصاب كافة المحاكم بالشلل التام. الإضراب جاء بعد تزايد حالات الاعتداء والاختطاف التي طالت عددا من القضاة الذين يرفضون العودة للعمل قبل توفير حماية أمنية لأعضاء السلطة القضائية ومقراتها كي يتسنى للقضاة العمل في بيئة آمنة. وبحسب نادي القضاة في اليمن، وهو ناد غير حكومي يعنى بحقوق القضاة، فإن السلطات الرسمية تماطل في تنفيذ مطالبهم. كيف يمكنني أن أقضي وقاعة المحكمة مليئة بالمسلحين ولا يوجد لدي حماية؟ كيف يمكنني أن أقضي وأنا مهدد، أنا وأسرتي، بالاختطاف والقتل؟ إضراب القضاة بدأ في 26 من الشهر الماضي بعد قيام مسلحين قبليين باختطاف رئيس المحكمة الجزائية في محافظة حجة إثر نطقه بالحكم بالسجن ضد 13 من شبان الثورة بتهمة قتل ضابط شرطة عام 2011، ويطالب مسلحو القبيلة بإعدام المتهمين. اتصالات ومفاوضات تجريها وزارة العدل اليمنية لإقناع القضاة بالعودة إلى المحاكم مع إقرارها بصعوبة تلبية مطالبهم. 2500 قاضي، فإذا أردت أن توفر حماية أمنية متكاملة تحتاج إلى جيش جرار يعني. فمن الناحية النظرية لا شك أن يعني فيه تفاهم وفيه يعني استعداد، ومن الناحية العملية فلا شك أن في قصور. الإضراب الحالي ليس الأول الذي ينفذه القضاة في اليمن احتجاجا على الأوضاع الأمنية غير المستقرة للعمل القضائي. ووفقا لمصادر يمنية، فإن 47 قاضيا تم قتلهم أو اختطافهم من منتصف يناير الماضي حتى منتصف إبريل الحالي.